خضرة يا بلادي خضرة رزق الثوات محروس بعين الخضرة تبقى دورة. أيوة أيوة مش حافظ بس يلا أيوة أيوة. مرحبا، أنا اليوم كتير مبسوط، شفتوا شوفوا ما أحلى الجمال والطبيعة في فلسطين. أنا اليوم قررت أطلع أشوف الطبيعة كيف في فلسطين عشان قرأت معلومات عن فلسطين وكتير عجبتني ورح أشارككم فيها. تعرفوا إن فلسطين تتميز بمناخ معتدل ومياه وتربة خصبة، وبتمر فلسطين بأربع فصول، عرفتوهم؟ ربيع وصيف وخريف وشتاء، وبيساعد هذا المناخ على زراعة أنواع مختلفة من الخضروات. أراضي فلسطين منبسطة، يعني بيساعد على زراعة القمح، العدس والشعير وغيرها، وبنمو في فلسطين نباتات متنوعة وعديدة مثل الزنبق، الزعفران، النرجس، الزعتر، المنمية والخبيزة وغيرها من النباتات. بيوصل أنواع النباتات في فلسطين إلى 2700 نوع من النبات، وكمان تنمو فيها أشجار مثل اللوز والحمضيات والتين والعنب والرمان والنخيل والصنوبر والسرو وكتير من أنواع الأشجار، بس من أهمها شجرة الزيتون، شجرة أجدادنا وبيعود تاريخها إلى 4000 سنة. وكمان في فلسطين عنا حيوانات مختلفة ومتنوعة، يعني عنا 115 نوع مختلف من الثدييات و90 نوع من الزواحف و285 نوع برمائيات و500 نوع من الطيور. شفتوا ما أحلى فلسطين؟ ما أحلاك يا فلسطين؟ أيوة.